أول سؤال فرح فكرت تسأله كان هو أنت هنا من إمتى؟ أنا لو حكيت لك مش هتصدقي. تعال أفكركوا كالعادة كده من الأول. فرح وهي في سن المراهقة كان أول حب في حياتها هو آدم، وكانوا هيتخطبوا لبعض، بس على آخر لحظة. إيه يا آدم، في إيه؟ تأخرت كده ليه؟ وفين مامتك وباباك؟ أنا آسف إن أنا تأخرت، بس هما مش جايين، يعني عشان عشان إيه يا آدم؟ أنا قلت لماما وجوجو إن إحنا هنقرأ الفاتحة خلاص. بص يا فرح، لازم نتكلم بصراحة أكتر. أنا حاسس إن إحنا اتسرعنا ولازم ناخد وقتنا، إحنا لسه صغيرين، وإنتي عارفة إن أنا عايز أدخل فنون جميلة، فنون جميلة في القاهرة. أيوة أنا عارفة. إيه المشكلة؟ ما أنا كنت عاملة حسابي إن إحنا لما هنتجوز هدخل كلية آداب هناك في القاهرة. أصل يا فرح، أصل إيه يا آدم؟ أنا بحبك. وأنا كمان بحبك وبحبك أوي يا فرح، بس أنا فكرت في كلام أهلي لقيت عندهم حق. إحنا لسه صغيرين، بنحب بعض، بس يمكن عشان إحنا صغيرين متسرعين في حاجات كتير قوي، منها إن إحنا نرتبط رسمي. آدم، أنت بتقول كده عشان هو ده السبب الحقيقي فعلاً، ولا أنت بتقول كده عشان ميادة؟ أوبا، مين ميادة؟ لا طبعاً يا فرح، أنا بعمل كده عشانك أنتي، وعشان إحنا لسه صغيرين، وعشان لسه في حاجات كتير قوي مش عارفين قراراتنا فيها صح ولا غلط. ممكن ما يكونش ده أنسب وقت على فكرة، واكيد عايزين نكمل مع بعض، بس انت عايزه تيجي معايا القاهره بس عشان تبقي جنبي، وده مش صح يا فرح، ده مش انسب وقت. فكري في كلامي كويس، ومع الوقت هتعرفي ان انا كنت صح، عشان خاطري ما تعيطيش. اوكي، سلام. فرح كانت فاكرة إن دي آخر مرة تشوف فيها آدم.